وفي منطقة المولودية حسين بن عيادة، توزيعة ممتازة، هذه الكرة ممتازة، تسديدة والكرة تعلو العارضة الأفقية، كانت تسديدة، مخالفة لصالح المولودية، والهدف الأول في هذه المباراة عن طريق الهداف القناص رشيد ناجي، يتمكن من افتتاح مجال التهديف لصالح مولودية وهران، وفرحة كبيرة لصالح الأنصار. ها هي الإعادة، شاهدوا الكرة، شاهدوا طريقة اقتناص الكرة، خرج من أمام اثنين أو ثلاث مدافعين. مو سهل يعني المنافسة على ثلاث جبهات. بن عيادة كورتو دائرية، وهدف تعديل النتيجة، هدف تعديل النتيجة لصالح شباب قسنطينة في هذه اللحظات، هدف تعديل النتيجة لصالح شباب قسنطينة على ما اعتقد عن طريق زعلاني. الكرات الثابتة هي من صنعت الفارق في هذه المباراة، وشباب قسنطينة هو الآخر يسجل عن طريق كرة ثابتة سكنت مباشرة شباك الحارس أسامة لتيم. كرة من هناك، تسديدة ممتازة، كرة ممتازة من بالخير، كرة ممتازة من بالخير، كادت أن تغالط الحارس أسامة لتيم. مباراة نسميها مباراة الكرات الثابتة، شاهدنا هدفين من كرتين ثابتتين، أولى لصالح المولودية الوهرانية والثانية لصالح شباب قسنطينة، خاصة أنه نلعب الدقائق الأخيرة. وأسامة لتيم، أسامة لتيم ينقذ مولودية وهران من هدف محقق، أسامة لتيم ينقذ مولودية وهران من هدف محقق بعد مخالفة ملعوبة بكيفية لازمة عن طريق حسين بن عيادة. شاهدوا الإعادة، يختطف الكرة اللاعب من شباب قسنطينة، كرة ناحية عبيد، ماذا يضيع عبيد في آخر اللحظات، تبقى دائما الكرة قسنطينية، والرأسية فوق العارضة الأفقية، الرأسية فوق العارضة الأفقية من بالقاسمي. في هذه الأثناء الحكم السيد عوين السعيد يعلن على نهاية هذه المرحلة الثانية والمباراة، هو لاعب